الحمد لله، لان الحي محمد اعطاني واحد الدفعه، واعطاني واحد الدفء، واعطاني واحد القوه، واعطاني ما نخافش. يعني بحال شي دري وسط عائلته، ما كيكونش خايف، كاين با، كاين امو، كاين خالته، عمته، كل شيء. انا الحي محمد هما كل شيء، هما ابائي، كل شيء هما امهاتي واخواتاتي وعماتي وداك الشيء. فكنت كندور في الحي محمد كله، ما كنحسش بالغربه، ماشي حد خارج من دارنا. اي دار هي داري، واي عائله هي عائلتي، وهذا هو ما يمتاز به الحي محمد. الدفء العائلي، الدفء الاسراوي، الدفء التعايشي. احنا كنعرفوا نتعايشوا بعضياتنا، كنعرفوا ندعموا بعضياتنا، كنعرفوا نحتضنوا بعضياتنا، وهذا هو الجميل في الحي محمد. شكرا.